السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة هنتكلم عن النادي الأهلي العظيم بعد تتويجه امبارح بدوري أبطال أفريقيا. حلقة مختلفة شوية، مش هنتكلم ككورة ولا هنتكلم تحليل، لكن هنتكلم عن هدف محمد مجدي أفشة. أفشة أحرز الهدف الثاني لنادي الأهلي امبارح في الدقيقة 85 وكسور، علشان بالهدف ده النادي الأهلي يتوج باللقب الغالي والأميرة التاسعة للنادي الأهلي. في الفيديو ده هنعرض لحضراتكم الهدف وهدف أبو تريكة في الصفاقسي في 2006، وأيهما بقى أقرب لقلبك كمشجع أهلاوي بعد هدف أفشة امبارح. طبعا اللحظات الحاسمة للنادي الأهلي كتير وكتير وكتير، ولو جينا نتكلم عن الأهداف القاتلة في الأوقات القاتلة، فطبعا هدف أبو تريكة في ماتش الصفاقسي كان هدف ليه ظروف خاصة، وطبعا الصفاقسي كان هنا متعادل معانا 1-1 ومقدم مباراة كبيرة، ونروح هناك برضو الصفاقسي بيقدم مباراة قوية جدا، وحارس نادي الصفاقسي بيتصدى لكور كتير من هجوم النادي الأهلي. وشوفنا طبعا لقطة الجمهور لما جابوا لاعب من النادي الأهلي بيقدم اللقب البطولة لنادي الصفاقسي، وشوفنا المدرب بتاع النادي الاهلي مانويل جوزيه هل لما ورى الصوره او مرر المنظر ده لابو تريكه قبل الماتش، ونشوفنا ردة فعل اللعيبه في الملعب ومانويل جوزيه نفسه في تغييراته وفي تعامله مع الماتش وادارته للمباراه نفسها كانت عامله ازاي، وحسم المباراه في الاوقات الوقت بدل الضائع للنادي الاهلي عن طريق هدف قاتل من محمد ابو تريكه. هدف له تاريخ مع جمهور النادي الاهلي بقالنا مثلا 14 سنه، 14 سنه كاملين لنا مع الهدف ده، حكايات وحكايات وذكريات جميلة وفرحة ما تتوصفش من جمهور النادي الأهلي. لكن بيجي النهاردة أفشة وبيحرز هدف لا يقل قيمة عن هدف أبو تريكة في 2006، مع فارق الضغوطات وفارق الظروف وفارق الفرق اللي كانت بتلعب ضدك، يعني اختلاف الماتش واختلاف الفريق اللي كان بيلعبك واختلاف الظروف واختلاف الوضع اللي انت كنت فيه. هنا انت بتلاعب الزمالك في النهائي في مصر، مباراة واحدة، فايز لازم فايز واحد ولازم خسران واحد، مفيش حاجة اسمها تعادل، مفيش حاجة اسمها ماتش تاني هنعوض فيه، هو فايز واحد، فاضل 5 دقايق، هدف هنا هدف هنا. بيجي مجدي أفشة بيحرز الهدف القاتل، وبيقدر بعد كده دفاع النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي وحوش النادي الأهلي انهم يحافظوا على الهدف ده، وبيفوزوا باللقب الأغلى يمكن في تاريخ النادي الأهلي. البطولة دي لها طعم خاص وشكل خاص عشان نعوض الإخفاقات اللي بتحصل من 2013 أو 2014، لأن 2014 إحنا خدنا الكونفدرالية، فيعتبر النادي الأهلي برضو كان محقق لقب قاري، فإحنا بنتكلم في 6 سنين النادي الأهلي بعيد عن الألقاب القارية، وبنوصل للنهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين، وبنخسر بظروف خاصة وظروف استثنائية أمام الوداد وامام الترجي. فالهدف ده برضه غالي جدا عند جمهور النادي الاهلي، وهدف مجدي افشه من الاهداف الغاليه على النادي الاهلي. عايزك تنزل في الكومنتات تحت كمشجع اهلاوي وتقول لي انهي اغلى عندك، هدف ابو تريكه في الصفاقسي ولا هدف افشه في الزمالك. طبعا قلنا هدف ابو تريكه اللي كان ظروف خاصه وبره ملعبنا في الوقت بدل الضائع، وبطوله كانت غايبه برضه بقالها سنين عن النادي الاهلي، بقالها كان 5 سنين البطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي، وطبعا هدف أفشة بطولة غايبة بقالها 7 سنين عن النادي الأهلي وفي الغريم التقليدي الغريم الأزلي بالنسبة لك كنادي أهلي. أيهما أقرب لقلبك وأيهما أفضل بالنسبة لك؟ طبعا صعوبة كرة أبو تريكة إنها برجله اللي ما بيلعبش بيها ورجله العكسية في آخر اللحظات، والكرة جاية مش تحت سيطرته، ده كرة هو واخدها على الطاير مرة واحدة. أما كرة أفشة ففي استحواذ، يعني قطع الكرة والكرة في كامل سيطرته عليها ويشاطها بوش رجله الخارجي برضه، بس برجله اللي بيلعب بيها، وده الفارق بين ابو تريكه ومحمد مجدي افشه في الكورتين. ده هدف بطوله وده هدف بطوله. وما ننساش طبعا هدف عماد متعب في 2014 في نهائي الكونفدراليه، الهدف اللي بالرأس برضه كان في الاوقات الحاسمه في الدقيقه 92 وكان هدف حاسم، وفرحنا فرحه كبيره جدا برضه بالهدف ده من الاهداف الحاسمه. عايزك تقول لي الثلاث اهداف دول انهي فيهم اقرب ليك. وطبعا موضوع الفيديو ده كان عن هدف ابو تريكه وهدف محمد مجدي قفشه، لكن الشيء بالشيء يذكر في هدف عماد متعب برضه من الاهداف المؤثره في تاريخ النادي الاهلي والاهداف اللي جابت البطوله. لو جينا ندور على البطولات ونتكلم عن الاهداف المؤثره فعايز حلقات وحلقات، لكن
أيهما أقرب لقلبك، هدف أبو تريكة في الصفاقسي ولا هدف أفشة اللي قفش بيه على اللقب ال20 للنادي الأهلي وقبض بيه على أحلام كل الزملكاوية اللي كانوا بيحلموا وكانوا مصدقين نفسهم وكانوا بيقولوا إحنا بطل القارة وإحنا أسياد القارة وإحنا بطل القرن وإحنا من قبل المباراة بشهر تقريبا من ساعة ما تأجلوا أو 25 يوم من ساعة ما تأهلوا وهم بيقولوا إحنا بطل البطولة وإحنا خدنا البطولة ونسبة التتويج لنا 70% و80%، وشوفنا ده على كل منصات التتويج. لك أن تتخيل إن إمبارح بعد الماتش أو النهاردة بعد الماتش طارق يحيى طالع جايب خبير تحكيم عشان يحلل حالة أشرف بن شرقي، لما خبير التحكيم قال إن الكرة مش ضربة جزاء كان جايب ياسر عبد الرؤوف تقريبا، لما الراجل قال له ان الكره دي مش ضربه جزاء وان الكره اصلا فاول على اشرف بن شرقي من الاول هو اللي بدا بالضرب، قال له لا بقى احنا قلنا انها ضربه جزاء. طارق يحيى اشتغل بمزاجه، تطبيل شغال قوي، قول له لا احنا قلنا انها ضربه جزاء والعالم كله قال، مين اللي قال انها ضربه جزاء؟ العالم كله شايف انها مش ضربه جزاء ولا تمس، يعني ما شافتش ريحه ضربه الجزاء اساسا، يقول له لا هي ضربه جزاء بقى، هي ضربه جزاء خلاص، هي كوره ضربه جزاء. فطبعا وكمان جايبين لقطه شيكابالا اللي هي هدف ويقول لك انها ضربه جزاء. تطبيل شغال وناس محروق دمها، ماشي انت حقك تزعل على فريقك لكن مش بالطريقه دي، مش بتطلع تزيف الحقائق وتطلع تقول على حاجات ما حصلتش او حاجات ملهاش اي اساس انها جون او انها ضربه جزاء او انت اتظلمت، عايز تطلع نفسك ان انت اتظلمت، ما تيجي تشوف الظلم اللي الاهلي اتعرض ليه في ماتش الترجي في السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها، تعال شوف الظلم اللي اتوجه للاهلي في ماتش الوداد في نهائي البطوله القاريه لما الاهلي كان ليه ضربتين جزاء في الماتش النهائي وما اتحسبوش، تعال شوف النادي الاهلي في امام الترجي اتوسع تعمل فيه ايه، القهر والضرب والارهاب اللي احنا كنا فيه في ماتش الترجي. وحابب اتكلم عن مصطفى محمد مهاجم مصر الاول اللي قلنا عليه نجم كبير ولقطته مع حسين الشحات، طبعا حسين الشحات قبل الماتش بيقول لعيبته الكلام ده بناء عن حسين الشحات نفسه طلع قاله قبل الماتش بيقول للرجاله بتاعت الملعب او اللعيبه بتاعت الاهلي ان شاء الله نكسب وان شاء الله نلعب مباراه العمر والكلام ده كله، حسين الشحات بيقول الكلام ده لعيبته، بص له مصطفى محمد باستهزاء واستهتار وضحك وعلى اساس انه بيستهتر بيه، وبعد الماتش كل اللي عمله حسين الشحات على كلامه ان هو راح على مصطفى محمد وقال له الحمد لله احنا كسبنا، فمصطفى محمد تعدى عليه بالضرب. اخلاق كلنا عارفينها من لعيبه نادي الزمالك وعارفين ان دي اخلاقهم وان دي اسلوبهم وان دي طريقتهم، لما يتلموا ثلاث اربع لعيبه على مصطفى محمد منهم اللي كان بيضرب مصطفى محمد ومنهم كان بيحوش، اعتقد كان في لعيبه بتحوش ما كانش كله بيضرب، لكن لما تتلموا ثلاث اربعه على لاعب وتضربوه مش رياضه ومش اخلاق، وكل ماتش احنا اتعودنا عليكم على قله الادب دي عادي يعني. ويتدخل لاعب اليو بادجي وحاشي اللعيبه عن حسين الشحات، وطبعا تدخل كاسونجو وتعدى برضه بالضرب على اللاعب وحدثت اشتباكات وتدخلات عنيفه من اللاعبين. كنت حابب اقول ان يا ريت نرتقي باخلاقنا اكتر من كده، الفايز يقول للمهزوم هارد لك والمهزوم يقول للفايز الف مبروك، ويكفايه بقى قله الادب اللي احنا بنشوفها كل ماتش قمه بين الاهلي والزمالك، تكسبوا وتضربوا تخسروا وتضربوا، ما احناش عارفين انت لحد امتى هتفضلوا في الاستفزاز ده. لو المره التابعه يا ريت تنزل دلوقتي تدعمني وتشترك في القناه تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، التاسعه بتوقيت الاهلي. سلام.